سنرى ونسمع عن خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال بدل الحزن والحداد، وأرى الفرح يعم الشوارع عند انتشار خبر وفاة أحد الزعماء أو أحد الشخصيات القيادية البارزة. لحظة، شو بيصير؟ بيصير في خبر وفاة؟ نعم، أحد الشخصيات لمناسبة احتفال بالشوارع. خبر الوفاة بيسبب احتفالات بالشارع. بالشارع. نعم. عام 2024 بيحمل أجواء الخوف والهلع على بعض المطارات والمرافق الحيوية ومحطات القطار في العالم بسبب حصول كوارث طبيعية وغير طبيعية بتضرب هذه المرافق. نعم. عام 2024 سيكون عام سقوط ورحيل الكبار من أهل السياسة، وعام رحيل الكبار من أهل الفن، وهو عام قد نشهد فيه اعتزال مفاجئ لبعض الوجوه الفنية، كما أرى أسماء كبيرة وبارزة لشخصيات أو مشاهير تختفي عن الواجهة الإعلامية بسبب الاعتزال أو الوفاة. الوفاة صغار ولا كبار بالعمر؟ صغار، مش ضروري كبار. مش ضروري كبار. لكن الموت يغيب سياسيين، فنانين، والاعتزال من كبار، يعني الصف ممكن الأول. يعني الصف الأول. نعم. وفي مجموعة كبيرة بتعتزل. صحيح. أوكي. السماء تهدد الأرض، وهذا المشهد لن يكون طبيعياً أبداً، والمشاهد المفاجئة على وسائل الإعلام ستكون صادمة ومخيفة. سنسمع عن اكتشاف للحياة سيصل إليه العلماء على كوكب شبيه بالأرض، وقد يرصد العالم أول اتصال خارجي من الأرض في حالة من الترقب والذهول. هذا خبر مذهل. نعم. رأيت محمد عبده مذهلة. سنة 2024 هي سنة الاستقالات والغياب البارز والمفاجئ لعدد من الشخصيات السياسية، من رؤساء ووزراء ونواب وقيادات بارزة، وخاصة في بعض الدول العربية، ومنها لبنان إذا بدك، ومنها تونس والعراق والسودان. والغياب الأبرز لهذه الشخصيات سيكون ما بين أوكرانيا ودولة العدو الإسرائيلي. لكن في سياسيين بيموتوا بإسرائيل وبي لا، اعتزال وموت واستقالات والغياب البارز. نعم. لبنان بيستقيل ولا مين بيستقيل لبنان؟ لا، في حدا بنشوفه بعيد مثل ما حكيت قبل. عودة تنظيم داعش إلى الواجهة والظهور من جديد، بالإضافة إلى بعض التنظيمات التي تشبه تنظيم داعش وفي أكثر من دولة، وأرى جيوش وقوات أمن هذه الدول ستكون جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات والإجراءات وتكون بالمرصاد وقوة. يعني ظهور داعش من جديد. نعم. نشان الأرض تلتهب للأسف وبشكل حارق ما بين الأشهر 6 و7 و8، مما سيؤدي إلى اشتعال حرائق شاسعة في بعض دول العالم، وخاصة بأمريكا والصين وأفريقيا وبعض دول أوروبا. نعم. وأرى العالم يستغيث من هذه الكارثة التي تسبب عدد كبير من حالات الاختناق والوفاة بسبب درجات الحرارة العالية ودخان الحرائق من 2024. شهر يونيو يوليو أغسطس. صحيح. حزيران تموز أب.